عالم المصارف بما فيه المصارف والجمعية ورئيسها بيجتمعوا على مفرق خطير كتير. خلل فاضح بيمنع بعض قرارات مؤتمر صادر من سلوك مساره الصحيح. رياض سلامة للمرحلة المقبلة، يوم حاكم يوم محكوم عليه، محاولات لتليين رياض سلامة لكنه رح يبقى حجر عسرة. حديث مبلبل عن إحدى الودائع بمصرف لبنان، بدء العد العكسي لصمود العقار. البنك المركزي بمطرح رح يكون هو المركز لبعض الخضات. ميشيل قبل 17 تفضل تفضل. بدي أقول لك هيدا ريبورتاج قديم 2019 لما حكيت عنه، يعني آخر 2018 الأول 2019 ما كان في شيء من اللي عم بحكيه، ما كان في شيء، لا كان في مشاكل بالبنوك ولا كان، وكان العقار بهذاك الوقت كان العقار وضعه كتير عاطل، في تراجع كبير وكل الريبورتاجات عم بتقول شلل العقار و و و ونازل 20 و30%. عملت توقع أنا قلت فيه إنه بداية صمود العقار، هذا كتير مهم اللي بيركز عليه بوقتها كيف كان الوضع واليوم كيف صار، لتعرف قوة التوقع قبل ما يصير مش من بعد ما يصير ويصير واقع وتتوقع منه بالرايح.